أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. أنا قلت يوم ما بالنسبة ل سيد خطب اسمع بالشيخ عبد الله عبد الله اسمع فيه جزاك الله خير. عبد الله عزام كان هنا من اخوان المسلمين، ومنذ قريب 7 سنين او 8 سنين اخوان المسلمين اتخذوا قرارا بمقاطعة الالباني، مقاطعة الروشو، ومقاطعة كل من ينتمي الى دعوته. علما ان عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين اخوان المسلمين اللي لا يكاد يسمع ان الشيخ الالباني عنده جلسه في دار كذا الا يكون هو من اول الحضور، ومعه هيك دفتر صغير وقلم هيك صغير جدا يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعه الالباني مع الحضر عند الالباني الشيخ، لقيته في مسجد صهيب. نحن خارجون من الصلاة سلمت عليه بطبيعة الحال، وسلم هو بعد استحياء لأنه ما هو خالف القرار. قلت ليش هذا يا شيخ، هكذا الإسلام يأمركم؟ قال يا سحابة صيف عما قريب تنقشع. ثلاثة أيام وإيت أيام كان في نزالي عن بيت ما وجدوش، يخلوا الناس بعدين عن قميزة وخلاصات. كان يتبع الأخبار عرف انه انا عن نظام لما كان بيته تحت البلد طرق الباب دخل اهلا وسهلا. قال انا اجيت عن بيت وما وجدتك، وانا كما تعلم حريص على الاستفادة من علمك من هذا الكلام. قلت له انا هيك بعثه، لكن ايش معنى المخاطعة هذه؟ قال انت كفرت سيد خطب. هم ما شاهد. قلت له وين كفرت؟ قال انت تقول انه هو يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير اولا سورة الحديث اول، وثانيا يقول الله احد. قلت له نعم، نقل كلام الصوفية ولا يمكن ان يفهم منه الا انه يقول بوحدة الوجود، لكن نحن من قاعدتنا وانت من اعرف الناس بذلك لانك تتابع جلساتي لا نكفر انسانا ولو وقع في الكفر الا بعد اقامة الحجة، فكيف انتم تعلموا المقاطعة هذه وانا موجود بين ظهرانيكم؟ اعتبروا انت ايرانيين تبعتوا الشر يتحقق منه صحيح انا مكسر سيد قطب. كان معه يومئذ لما جاء الامام اخونا علي السطري. قلت له سيد قطب هكذا يقول في سورة كذا، أن فتح في مكان آخر فيه لأن رجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحيد إلى آخره. قلنا له يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله، لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله. ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت، لأنه ضخم الشيخ الألباني وكفر الفيلم. القصة طويلة جدا، لكن الشاهد من وين؟ نحن نقول هيك ونقول هيك، يعني بياخذ انه السيد قطب كفر الألباني مثل اللي بياخذ انه والله الشيخ الألباني اثنى على السيد قطب في مكان معين. هذول اهل الاهواء يا اخي، انه لا يستفيد منها ان نقف في طريقهم الا ان ندعو الله لهم فقط. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك أنا الحرارة اللي عندك أنا بظن
انه دعنا في تعلم على السنة والدعوة الى السنة ونشرها بين صفوف الامة, ولا تحط يعني عداوة شخصية بينه وبين الناس, لا سيما اذا قدموا الى ما قدموا من عمل صالح او صالح. على ذكر رب الله عز وجل وقرأت الكتاب مجموع العملاق سيدكم لرد فيه عليكم كتيبا قرأته أبانا الوجه.